إصدار جديد للعبة السيتي سيميوليتور الخاصة بيوبي سوفت وستوديو بلو بايت لعبة أنو 1800. البيتا المفتوحة للعبة أنو 1800 كانت في الفترة بين 12 و 14 إبريل. اللعبة بترجع بينا لحقبة القرن التاسع عشر بعد نظرة مستقبلية في الإصدار السابق أنو 2205. أحداث اللعبة بتركز على فترة الثورة الصناعية بين أوروبا والعالم الجديد المتمثل في القارة الأمريكية. والعصر القديم بيقدم مجموعة ميكانيكس جديدة في اللعبة زي السياحة وجمالية المدينة. اللعبة بتحتوي على 3 أطوار، هما كامبين وساند بوكس والمالتي بلاير. للأسف فشلت اني اجرب طور اللعب الجماعي المالتي بلاير، وده غالبا بسبب مشاكل في خدمة الانترنت، لكن قضيت وقت لا بأس بيه في كل من الكامبين والساند بوكس. وفي الحقيقة بالنسبة لأي شخص بيحب نوعية ألعاب السيتي بيلدر، هما بيقدموا تجربة ممتعة وكافية. طور الكامبين بيقدم قصة حلوة مع مهمات إضافية أثناء اللعب لازم تكملها عشان تتقدم في القصة، ده بالإضافة للمهمات اللي بيتطلب منك العالم المحيط بيك إتمامها. التنوع في مهمات القصة كان كويس وبيعتمد بشكل كبير على الملاحة اللي هي جزء لا يتجزأ من تجربة سلسلة أنو. بالنسبة لطور الساند بوكس فهو مش بيختلف عن الكامبين كتير، غير في نقطة انعدام وجود المهمات المتعلقة بالقصة وزيادة المهمات المرتبطة بالشخصيات والظروف في العالم المحيط بيك، واللي للأسف فيها جانب كبير من التكرار. كلها تقريبا بتتمحور بين نقل بضائع من ميناء للتاني أو إنقاذ أشخاص أو حطام من البحر وإيصالها للشخصيات اللي بتحتاجها. لعبة أنو 1800 بتقدم ميكانيكس جديدة وبتقدم مستوى مركب جديد للعب، وبترجع مزايا مهمة مع بعض التعديلات من إصدارات سابقة زي الخطوط التجارية. من ضمن الميكانيكس اللي بترجع بشكل رائع من إصدار أنو 2205 هي اللعب بين عالمين أو مالتي سيشن، واللي بيسمح لك الانتقال بشكل فوري بين كل من العالم القديم والجديد واللي كل منهم أحداثه منفصلة وتجربتك فيه بتختلف، لكن مفيش مانع إنك تربط بين الجزر الخاصة بيك بخطوط نقل بحرية عشان توفر الاحتياجات بين المنطقتين. الاختلاف في المرة دي إن تقدمك في اللعبة كان بيتطلب إنك تنتقل في أسرع وقت للعالم الجديد، واللي في حالة أنو 2205 كان الأمر، لكن في أنو 1800 ليك مطلق الحرية في الانتقال أو البقاء في العالم القديم بدون التأثير على تقدمك في اللعبة. بالنسبة للإضافات الجديدة فأهمها نظام البلو برينت اللي بيسمح لك بوضع مخطط للبناء على الأرض بدون البدء في عملية التنفيذ ودفع موارد فعلا لغاية لما تتأكد من فعالية المبنى في المكان اللي انت اخترته، وده عنصر بيفيدك جدا في عملية التخطيط وبيسمح لك بالتراجع عن بعض القرارات وتحسينها بدون خسائر كبيرة. السياحة وجمال المدينة تعتبر من العوامل المهمة جدا في تجربة اللعب، وده بيحكمها نسبة التلوث في المدينة والمظاهر الجمالية والثقافية زي التماثيل والمسارح والحدائق وغيرها، واللي بتجذب السياح لمدينتك اللي بيزودوا دخل المدينة، فتحقيق التوازن بين الانتاج والجمالية هيكون مطلوب. وبالكلام عن التوازن هتكون مطالب كمان بتحقيق توازن بين طبقات الشعب، واللي بيحكمها فكرة تقسيم العمل والتخصص مش الاتجاه السياسي زي اللي موجودة في تروبيكو. دي كانت انطباعاتنا عن البيتا المفتوحة للعبة أنو 1800. عشان تعرف تفاصيل أكتر تابع مراجعتنا للعبة بعد صدورها يوم 16 إبريل. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك، سبسكرايب وفولو عرب هاردوير على يوتيوب، فيسبوك، إنستجرام وتويتر. نشوفكم الفيديو الجاي وسلام.